كان معانا في ميت سلا اهلي من شويه الكابتن محمد عماره، فقره انا عارف اللي حضراتكم بتحبوها بنكرم فيها كل ولاد جمنا. وكنا كابتن محمد برحب بحضرتك. يا عم شادي التالتة شمال من الاستقبال. فريق كبير، فريق عظيم يا اخي. والله الواحد ما بيسمع الاهتافات دي جسمه بيقشعر فعلا زي ما انت بتقول. كابتن محمد طبعا اتفضل. فريق كبير وجمهور عظيم، يعني بجد جمهور عظيم، وعملوا تابلو هاير الماتش اللي فات يا شادي. يعني دي حقيقة. كانوا من احد اسباب تألق النادي الأهلي طبعا، بجانب كابتن حسام واللعيبة. ربنا يوفقهم إن شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد حضرتك كنت معانا النهارده في 100 سنه اهلي. دايما بنكرم كل نجومنا اللي لعبوا بفانيله النادي الاهلي، حققوا بيها انجازات وفرحوا جمهورهم. من حضرتك كنت معانا في 100 سنه اهلي، حابب تقول ايه؟ اتفضل. أولا بشكرك يا شادي على إنك أنت يعني اخترتني أبقى موجود معاك في 100 سنة أهلي، ده واجب عليك. وبشكر فريق الإعداد وبالأخص مهدي طبعا، عشان مهدي حبيبي فبشكرهم كلهم. وعايز بس أقول رسالة للكرة والجماهير البرنامج بتاعك، يعني اتفضل. عجبنا أوي وأنت بتقول إن مهند كان موجود في المقصورة مع المهندس محمود، ممكن نتفق ونختلف في بعض الآراء، إنما كلنا وكلهم بيجتمعوا على حب النادي الأهلي. خلوا الناس كلها يا جماعة، يعني إحنا داخلين على مرحلة صعبة جدا، مرحلة انتخابية طبعا مش عايز أتكلم فيها، بس إيه، كل واحد ربنا يكرمه عضو عامل في النادي يختار الأنسب الفترة اللي جاية للنادي، وده اللي احنا بنقوله. وبهدوء وبالشياكة، وده اللي احنا تعودناه في النادي الأهلي. تمام. يعني مش معنى إن أنا أبقى مش معاك يبقى ضدك، لا، خلينا نختلف بس نختلف بالاحترام. فأنا بأيدك طبعا في كلامك، وفي نفس الوقت بشكرك لأنك أنت بتوضح حاجات كتير جدا لجماهير النادي الأهلي ولأعضاء النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني. ففي وجود المهندس محمود طاهر أو أي مجلس بعد كده، يعني القناة أعتقد إن هي اسمها قناة النادي الأهلي، فحق أصيل إن أنت أكتر واحد لازم تدافع عن حقوق النادي الأهلي وأي حد ممكن يتعرض، لو نقد بناء كلنا بنوافق عليه، مفيش اختلاف، كلنا متفقين لو في حاجة فيها نقد لازم كلنا نقبلها طالما هو نقد بناء، إنما أي حاجة بتحاول تشوشر تهد طبعا كلنا ضدها. فيا رب يجمع ولاد النادي الأهلي كلهم كده على قلب إن رجل شاء الله. واحد، ويا رب كده برضه ولاد الزمالك يبقوا على قلب رجل واحد، وكلنا في الآخر مصر يعني. صح. يعني ربنا يوفق الجميع إن شاء الله يا شادي، ولو عندك سؤال أنا تحت أمرك يعني. كابتن محمد فقرتنا سؤال معتاد في 100 سنة أهلي، كابتن محمد عمارة اتعلم إيه داخل النادي الأهلي خلال مشوار؟ أنا اتعلمت إيه؟ يا خرابي، ده حاجات كتير أوي. قول لنا كده كام حاجة. اتعلمت حاجات كتير بجد والله. يعني أولا إن أنا بقى عندي نضج عن الأول كتير أوي أوي أوي، يعني مش أنا اللي دخلت النادي الأهلي من 20 سنة، مش أنا محمد عمارة دلوقتي. محمد عمارة دخل من 20 سنة كان لسه عمال يتفرج ويشوف ويقيم وعمال يبص كده، إنما دلوقتي أنا بقيت قريب أوي من الأعضاء، من مجالس الإدارات، من الناس. ففعلا بجد يعني النادي الأهلي ده كيان كبير جدا، اتعلمته إن أنا لازم أحافظ على هذا الكيان، لازم أحب هذا المكان. يعني أنا من اللعيبة القليلة شادي اللي خلصت مشوار وراحت عملت خدت فلوس وراحت عملت عضوية عاملة في النادي يعني. ويمكن أنت أكتر واحد عارف إن أنا موجود انت في ما النادي بشكل بتمشيش. مستمر. إيه؟ انت الثلاث وجبات في النادي موجودة على طول، ما بتهركش. فإحنا كلنا متجمعين على حب النادي الأهلي، والنادي الأهلي اكيد. أنا اتعلمت منه إن أنا أحترم الكبير، والنادي الأهلي علمني إن الصغير يحترم الكبير، والكبير يطبطب على الصغير. أحيانا الصغير بيبقى عنده أخطاء لازم الكبير يحتويه، وهكذا. الاحترام ده يعني لازم يبقى موجود في كل الأوقات. طبعا اتعلمت إن يعني روح الفانيلا الحمراء دي لازم تبقى موجودة في حياتك الشخصية كمان يعني.
يعني لازم تقاتل على اي حاجه عشان تنجح لغايه اخر لحظه. فيا رب يوفق كده الجميع ويوفق اولاد الاهلي، وان شاء الله مباراه يوم السبت طبعا اتمنى ان شاء الله ان الجماهير تعمل يعني تابلو كده زي اللي اتعمل في مباراه النجم الساحلي، وتشجيع بكل روح رياضيه، ودول اشقائنا موجودين معانا هنا في مصر ان شاء الله يبقوا يعني نحسسهم بكرم الضيافه، لان تونس والمغرب والجزائر كلنا بلاد عربيه واحده، وفي الاخر يعني دي رياضه لازم اللي يكسب نقول له مبروك، واللي ملوش نصيب نقول له هارد لك. كابتن محمد، يعني برضو عايز في الفقره اللي احنا بنكرمك فيها نعرف منك مباراه مهمه في تاريخ محمد عماره، بس وانا اللي خلاني استنى على السؤال شويه كان في واقعه جميله عمري ما انساها. محمد عماره مشي من النادي الاهلي، وبعد كده النادي الاهلي بعد ما مشي النادي الاهلي بعت له قال له انت ليك مستحقات ما جيتش اخدتها ليه؟ انا عايزك تحكي الواقعه دي عشان تعرفوا قيمه النادي الاهلي لا لا ومبادئ النادي الاهلي للبعض هو ما ده النادي يعرفهاش. الاهلي يا ايه شيخ، اللي حصل؟ احكي لنا يا كابتن عماره كده لا بسرعه بس هو اتفضل. ده النادي الاهلي. انت عمرك اتكلمت في فلوس في النادي الاهلي؟ لا يعني انت عمرك جيت يا جماعه انا ليا فلوس متاخره، ويا جماعه انا ما خدتش عادي، لا انا مش يا جماعه فكره الفلوس يا كابتن محمد، انا عايزك تحكي الواقعه انا للناس بكلمك عشان على تبقى ايه؟ عارف. انا بكلمك على حته ايه؟ ان اللي بيلعب للنادي الاهلي وينتمي لهذا الكيان عمره ما بص لفلوس، ولا عمره كان في دماغه الفلوس. انا رحت سافرت المانيا سنه 96 97، جالي عرض احتراف في نادي هانزا روستوك، قعدت هناك كمان سنه بعد، يعني قعدت لغايه 99 سنه من بعد طلوعي من النادي الاهلي. لقيت الكابتن عماد اليماني ربنا يديله الصحه والشفاء يا رب بيكلمني بيقول لي ان انت يا ابني في مستحقات ليك لازم تيجي تاخدها او تبعت حد ياخدها. يعني قلت له مستحقات ايه بعد سنه يا كابتن عماد؟ يعني انا مش فاهم. قال لي مستحقات ليك ماتشات قديمه ومكافئات دوري بتاع يعني ساعتها حسيت ايه ده، ايه الناس دي، ايه الموضوع ده. انا كنت بروح اقعد في نادي البلديه كنت بقعد بالاربع شهور ما بقبضش واحيانا كنت بقعد ست شهور ما بقبضش، انما كنت بحب النادي البلديه وكافح وعندي هدف عايز اوصل له. فبالتالي طبعا لا، في مبادئ كتير وقيم كتير النادي الاهلي بيغرزها كده بطريقه مباشره او غير مباشره، يعني احيانا كده يدخلك في موضوع تعرف فيه قيمه معينه. فانا عرفت ساعتها قال لا، الناس دي قد ايه محترمين، الناس دي قد ايه ملتزمين، الناس دي قد ايه ما بيضحكوش على حد، الناس دي قد ايه صادقين. انما يعني خلينا نتفق ان كل الاماكن فيها الحلو والوحش، انما احنا اتعلمنا في النادي الاهلي حاجات كتير حلوه، ممكن الوحش يبقى قليل يعني.